أهل بلدي من المنزلة لغير أسوان، يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لغير أسوان. يلي اتحرمتم من التعليم الفرصة لسه قدامكم، من غير ما تغرم ولا ملي إذاعتنا ناوية تعلم. اللي مطلوب منكم تتجمعوا كده كلكم يوماتي وفي نفس الميعاد، وتحضروا من فضلكم ورقة وقلم ومراية، وتخلوا بالكم معايا. يلا بقى سمع بص، مساء الخير عليكم، وكل سنة وانتم طيبين، وكل رمضان وانتم طيبين إن شاء الله. فاتت تلتين وبقى لنا التلت، يا رب يملنا التلت اللي فاضل ده بركة يا رب. مبادرة العلم قوة، أنا حاسة كده إن شاء الله لما هنتقابل في رمضان الجاي بإذن الله هيبقى حقق نجاحات كبيرة جدا، لأنه فعلا مبادرة لازم الكل يتعاون معانا، وزي ما قلنا نحط إيدينا في إيدين بعض وأكيد هنحقق النجاح. لما تقابل واحد في الشارع وتقول له سلامات، او بالتحديد تكون واحده تقول لك انت عرفت اسمي منين، هي اسمها سلامات. سلامات سلامات يا اهل الصعيد، سلامات من محو الاميه لخريجه جامعيه. تعالوا نشوف مع بعض سلامات. رحنا الاقصر قابلنا سلامات وهي داخله مدرستها، وكنا عايزين نعرف هي ليه موجوده في المدرسه دي. أنا بدأت هنا طالبة في محو الأمية سنة 97، ودلوقتي بكمل هنا أخصائية في مدرسة نادى البركة الابتدائية. سلامات قصة كفاح على مدى سنين طويلة، تعالوا نعرف خطوات القصة منها. كانت أول مرة تفتح فصول محو الأمية هنا عندنا، فقدمنا فيها ونجحنا الحمد لله. فجالنا أستاذ محمود علي عبد الله ساعتها إن ممكن إحنا نقدم على الإعداد وكده ومجاني، شجعنا إحنا وزمايلنا وقدمنا على الإعداد وكده، فالحمد لله اجتزنا يعني مرحلة الإعدادي، كانت جميل خالص وتفوقنا فيها. فقدمت على الثانوي والحمد لله اجتزت مرحلة الثانوية العامة مرحلة بمرحلة، ما رسبتش ولا سنة وكده. قدمت على كلية أخذت معهد خدمة اجتماعية من جنة، برضو الحمد لله استمرت في التعليم يعني، وبعد كده اتخرجت 2008. اشتغلت على طول أخصائية اجتماعية في مدرسة نادى البركة الابتدائية. الرحلة بتقول دي إن يعني التعليم ملهوش سن معين، والإنسان طالما حاطط هدف أمامه هيسعى علشان إيه يحققه. مدرسينها شهدوا لها بتفوقها وفي رغبتها في التعليم. حسيت فيها انها عاوزه تتعلم، ففتره بسيطه جدا لقيتها متقدمه، اي حاجه بتستوعبها بسرعه، لغايه يعني كده شهرين ثلاثه كانوا بتعرف تقرا وتكتب كويس. بعد امتحان محو الامم مباشره هي وفي الدراسه انا قلت دي هتكمل وهتبقى ان شاء الله لها شان كويس، لان باينه كانت هي ومجموعه كويسه خالص، بس هي كانت مميزه بينهم. ولحظه التكريم كانت الفرحه ليها ولكل اسرتها. عروس الصعيد المنيا، الشباب هناك ايه ما بيونش يا جدع، على ودنه في مبادره محو الاميه، ومبادره جميله بتاعت العلم قوه، لان العلم قوه فعلا يا جماعه. تعالوا بقى نروح الصعيد كده ونشوف الاحوال هناك ايه، ونشوف الشباب هناك عامل ايه، ومحو اميه كام واحد فاضل لهم، كام واحد وبيعملوا ايه عشان يدخلوا الناس دي الفصول عشان يتعلموا. أكيد الحياة ما كانتش وردي، وأكيد فريق مبادرة العلم قوة قابل ناس ما اقتنعتش بالتعليم زي البعض في محافظة المنيا. ولاد حضرتك متعلم؟ هو في حد مش متعلم؟ أيوة. لا ولا ينفع بالطبع، لأن أطفال طبعا وبتاع، وإحنا كأرياف بغض النظر عن نظام التعلم، لكن كأرياف ظروف البيت والأطفال مش هتنفع. مش هتقدر. حتى لو بعد العصر.
انت عارف ده هنا شغال 24 ساعة. لكن ده ما عملش احباط لشباب المبادرة، بالعكس ده حفزهم ان هم يجربوا مع ناس تانية وينجحوا في ان هم يقنعوهم بالتعليم. ان شاء الله ناوي اتعلم، يعني انا كان منيت التعليم بس ما حصلش نصيب، يعني ان اخش مدارس ولا حصل وفق ان اتعلم. والظروف كتيرة انك تستفاد برضو انك تتوظف، بلا ان اي وظيفة اي مهنة الوقت طلب التعليم. مشروع نزيه حلو قوي وكله استفاد منه، حتى بالنسبة للرجل اللي مش متعلم. ولسه المبادرة مكملة، وان شاء الله هنقدر نحقق اهدافها مش بس في المنيا لكن في كل مصر. ايام ما كنت بعمل بوجي وطمطم وبعمل جنبه مسلسلات، كانت الناس تقول لي بوجي وطمطم بوجي وطمطم، اقول لا وانا ما عملتش حاجه في حياتي غير بوجي وطمطم، ما انا بعمل مسلسلات برضو بعمل حاجات يعني لطيفه شويه مش بطاله. انما المره دي حاجه غريبه جدا، بمشي في الشارع بيقولوا لي ايه المبادره الجميله دي، ايه العلم قوه ده، طب ايه نعم، واقعد واشرح لهم. وفعلا الناس بتدعي لنا وبتدعي لكل العاملين وبتدعي لفودافون في مبادره العلم قوه. التعليم مفروض قبل الاكل والشرب يبقى نمره واحد في حياه الناس. مش هنقدر نتثقف بدون تعليم، يعني اللي مش متعلم مش عارف يتثقف، لانه مش قادر يقرا، مش قادر يستوعب اي حاجه مرئيه او مكتوبه. اقول لهم اتعلموا عشان تنفعوا نفسكم وتنفعوا بلدكم. اي شغلانه لازم يكون متعلم حتى لو ما هو اميه. اقول للي مش متعلم ان هو لازم يتعلم، عشان مش هينفع ان هو يبقى نازل مثلا رايح مشوار ولا حاجه وعايز يركب، فجي مثلا اتوبيس عايز يقرا لازم هيروح يجيب واحد عشان يقرا له، لا لازم يقرا هو. التعليم مهم واهم حاجه في الدوله عشان نرفع مستوى الناس، الشعب يبقى عنده تثقيف، نقدر نحل مشاكلنا بالراحه، نقدر نوصل للعالميه. ده التعليم. بصوا للناس اللي اتعلموا وانتوا هتعرفوا قد ايه اهميه التعليم بالنسبه لكم وقد ايه هيبقى ليكم مكانه كويسه جدا في الوطن. مش بايديهم، ممكن يكون المجتمع او الشارع هو اللي قدم لي كده. اقول لكل اب وكل ام بيعلمش ولاده ان هو كده بيحرمهم من حقهم اللي هم المفروض ياخدوه، المفروض من حقه ان هو يتعلم ويبقى حاجه حلوه عشان يفيد البلد ويفيد نفسه. لو فودافون بتعمل حمله المحو الاميه ل 100,000 فرد نرفع لك قبعه طبعا. يا اهل بلدي كل مكان من المنزله لبيت اسوان، ياللي اتحرمتم التعليم الفرصة لسه قدامكم، من غير ما تغرم ولا ملي إذا عتنا ناوية تعلمكم. يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لبيت أسوان، ياللي اتحرمتم التعليم الفرصة لسه قدامكم، ما تغرم ولا ملي إذا عتنا ناوية تعلمكم. النهارده بقى عايزين نفرح شوية، ومش هنفرح لوحدينا، لأ نفرح مع ناس اتغيرت ألقابهم من لقب أمي للقب متعلم. نشوف الفرحة مع بعض ونبارك لهم ونقول لهم ألف مبروك يا متعلمين. إبراهيم شيف في مركب عايم في أسوان، شغلانة بيكسب منها كتير، لكن لأنه واعي عرف إنه ناقصه حاجة مهمة هي التعليم. اسمي إبراهيم عبد الله إبراهيم، بشتغل جارد مانجير سلطات ولحوم على مركب سياحية في الأقصر وأسوان، وكنت أتمنى إن أنا أعرف أقرأ وأكتب وأبقى كويس وبتاع وكده، والبركة برضو بيرجع لصناع الحياة وفي ربنا وفي الناس اللي معانا اللي هم شجعونا إن إحنا إزاي نتعلم، والميس منير والميس شيرين إزاي علمتنا إن أنا أكون كويس وأعرف أتكلم كويس وكده. والحمد لله يعني ربنا كرمنا الحمد لله. انا اكمل تعليمي لان كل هدف ان انا اتعلم الانجليزي، انا بعرف اقرا واكتب عربي كويس جدا، وكل هدف ان انا اتعلم انجليزي عشان اقدر اكلم السياح اللي قدام مني، انا بتعامل معاهم بالنسبه للاكل والشرب بتكلم فرنساوي والماني وطلياني بخصوص الاكل اللي قدام مني، يعني بقدر اتعامل بيه كده، بس عاوز اتعامل معاهم هم شخصيا غير الاكل وغير الحاجات دي كلها يعني. وكمان محمود من شهرين كان امي والنهارده اتعلم وناوي يبدا طريقه. انا اسمي محمود سيد، والحمد لله نجحت النهارده في صناع الحياه، وربنا يبارك للاساتذه اللي وقفوا معانا. الحمد لله انا نجحت عشان كان نفسي اكمل، عشان ليا اصحابي كلهم متعلمين في جامعات وكده، كنت بمشي معاهم يعني
اكني انا يعني مش ماشي معاهم اساسا، عشان كلهم متعلمين وانا اكني ماشي معاهم مش فاهم حاجه منهم. والحمد لله البركه في استاذ محمد واستاذ احمد وفي صناع الحياه وشركه فودافون. دول خريجين كانوا اميين، كنا معاهم النهارده علشان نفرح لفرحتهم. وصلنا دلوقتي لجائزة العشر تلاف جنيه، وأفكركم بسؤال امبارح كان بيقول من هو شاعر الجندول؟ طبعا الإجابة كانت علي محمود طه. وألف ألف مبروك للي فايز، وتعالوا مع بعض نشوف مين سعيد الحظ. والله امبارح وما كنتش مصدق نفسي، والنهارده فتحت الباب لقيتكم بتخبطوا عليا، ما كنتش مصدق خالص ان انا كسبت. فده رزق البنت الصغيره، بنتي هي عندها سنه، والحمد لله وانا مبسوط جدا ان انتوا جيتوا النهارده، وشكرا جدا لفودافون على اللي بتعمله معانا. نور تعالي، فودافون تعالي يا هاشم بنوتك. مصدقين بجد، مبسوطين جدا، يعني حاجه ما تتصدقش. السؤال هو كان مين هو شاعر الجندول، وبعت على طول الاجابه كانت رقم واحد. 10000 جنيه اللي انا كسبتهم من فودافون هشيل منهم فلوس لفعل الخير، والبقيه الفلوس هشيلهم للنور ان شاء الله. انا كنت من اول رمضان ببعت، كنتش متخيل خالص ان انا هكسب، والحمد لله النهارده كسبت. النهارده 20 رمضان اهو، ما كنتش فاقد الامل لان في مصداقيه في البرنامج. فكره فصول محو الاميه دي حاجه مهمه جدا للشعب المصري، لان ما ينفعش بجد في الوقت اللي احنا فيه ده ان يبقى في حد ماشي في الشارع ومش عارف يقرا ايه المكتوب، او يدي حد ورقه ويديله يقرا له ايه المكتوب يعني. فاحنا بجد مقدرين جدا المجهود اللي فودافون عاملاه. الحلاوه دي، الف مبروك، مبروك لكل الفايزين يا رب، وكل الباقي يفوزوا يا رب. ونلحق بقى في التلت اللي فاضل نهم شويه يا ستات. انا بكلم الستات، حضرتك مالكش علاقه. دلوقتي بقى هنقول سؤال النهارده. السؤال بيقول اول جريده صدرت باللغه العربيه واصدرها محمد علي باشا، هل هي الاهرام، الوقائع المصرية، الدستور؟ نقول السؤال تاني، أول جريدة صدرت باللغة العربية وأصدرها محمد علي باشا، هل هي الأهرام، الوقائع المصرية، الدستور؟ وعايز أفكركم تبعتوا لنا SMS لو عايزين تجاوبوا على السؤال، أبو 10000 جنيه على 4333333، والجائزة الكبيرة اللي هي ب 30000 جنيه انتوا اللي بتختاروها وانتوا اللي بتكرموها، وتبعتوا لنا SMS على 3000. واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي. الحياة من غيره تبقى شيء محال.